تعال تشردي مني ليه؟ تعالي حاكلك يعني حاكلك. أنا حابة أستكشف المطبخ الكوري ونشوف كيف حسوي وصفة الدجاج الكورية وأنا اللي أكون طبخته. هناخد الدجاج نتبله كده وبعدين نضيف على الدجاج هو يطبخ. أتمنى أنه يكون واضح الشرح. أنا متأكدة بنهاية الوصفة مرة لذيذة لأنه أنا اللي مسويتها. أنا فهمتوا أنتوا كيف ما أعرف. فنشوف كيف حتطلع الوصفة. هذه وصفتنا لليوم. أقطع الملفوف دجاج. كمل تقطيع الدجاج مربعات مفروض بيكون. أنا أحبهم صغيرة عشان أتأكد أول شيء يكون طرية وأتأكد أنها نضجت. تبل الدجاج بصلصة حيكون فيها مرة أشياء كثيرة. لحظة أجيب الجوال تبدأ الوصفة بإني أنا أخلص من تتبيلة الدجاج. تتبيلة الدجاج حتكون ثوم. زنجبيل. طبعاً دائماً تقدر تزيدي وتنقصي في المقادير على حسب رغبتك خصوصاً في النكهات. يعني إذا تحبي نكهة الزنجبيل أقوى زيدي. أنا ما أحبها مرة قوية فأحط شوية. صوص الطماطم. رشة البابريكا الحلوة. شوية صويا. زيت سمسم. عسل. نخلطهم. نضيف شوية سكر عشان يعمل توازن للنكهات. ونخلط. لما خلص كل حاجة أحط عليها رشة سمسم. هذه الخطوة اختياري. أوكي وهنا أخلي الدجاج يتبل مو أقل من ساعة وبعدين أرجع له. شوية زيت. بعد ما يسخن أحط الدجاج. الدجاج والتتبيلة حقكم مو طبيعية. طيب بعد ما خلصت الدجاج حطيت الدجاج يطبخ على النار عالية لمدة 3 دقائق. بعدين أضفت عليه البطاطا الحلوة ووطيت النار صارت يعني متوسطة أكثر من أنها مرتفعة. بخليها تطبخ لمدة 5 دقائق عشان تنضج البطاطا تنشف ماية الدجاج أو تقل أتليس. بعدين أضيف الملفوف. خليها شوية عشان يذبل الملفوف وبعدين أقلبها وأحط عليها الجبنة آخر شيء. تقريبا خلصت الطبخة. الحين باقي مصدر الجبنة واخذ لها كذا شوية مساحة في النص. يامي شلون؟ لا تسلم يدي. اوكي يا جماعة خلصت طبيخ وصار وقت اني اذوق طبختي الكورية. اخذ شوية جبن وبطاطا. تعال تشردي مني ليه؟ تعالي حاكلك يعني حاكلك. بسم الله. خلطبيطة التتبيلة هذه مو طبيعية. فمكونات كلها أحبها جت في طبخة واحدة. كمان شيء انترناشنال اللي هو كوري يعني كذا طبخ جديد. ما أخذت نفس وأنا أتكلم. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. سبسكرايب لايك شير اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وأشوفكم المرة الجاية. باي. باي.